لا يستطيع إجابة هذه الأسئلة سوى شخص عبقري أو مصاب بالفصام. يستحيل عملياً تمييز شخص طبيعي من شخص مصاب بانفصام الشخصية. الفصام استناداً إلى مظهرهم الخارجي فقط، تستخدم العديد من الأساليب والفحوص النفسية لمعرفة ما الذي يدور بعقل المريض وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى مساعدة. إليكم سؤالان بسيطان لا يستطيع الإجابة عليهما إلا شخص مصاب بالفصام أو شخص يتمتع بعبقرية غير عادية. هل تريد المحاولة؟ للحصول على نتائج دقيقة أجب عن الأسئلة وفقاً لما تشعر به. حاول التركيز على ما تراه فعلاً وليس ما يفترض أن يكون. السؤال رقم 1، هل القناع محدب على أحد الجانبين أم كليهما؟ سأمهلك 10 ثوان، دقق النظر في الصورة. حسناً، والآن السؤال رقم 2، هل القناع يدور في اتجاه واحد أم اتجاهين؟ ومجدداً لديك 10 ثوان. هل أنت مستعد لتعرف الإجابات؟ 1. القناع محدب على جانب واحد فقط. 2. القناع يدور باتجاه اليمين. إذن فلنرى ما إذا كنت مجنونا أم عبقريا. إذا أجبت على كلا السؤالين إجابة خاطئة لا تقلق، أنت شخص سليم تماما. وإذا كانت إحدى الإجابتين واضحة بالنسبة لك فربما حان الوقت للعثور على صديق متخصص في الطب النفسي. والحقيقة هي أن دماغ الشخص السليم يميل لإجراء خداع ذاتي معتمداً على أشكال اصطناعية وظلال إضافية ليقوم بتصحيح الصورة. نحن أسرى لذلك الخداع سواء أردنا ذلك أم لا. أما الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية فلا توجد لديهم تلك المخيلة، لا تستطيع أدمغتهم إنشاء علاقة تربط بين التفاصيل. إنهم يرون القناع على حقيقته تماماً. بالنسبة إليهم القناع مقعر ويدور في اتجاه واحد. ما الفرق الذي تحدثه العبقرية؟ الفصام والعبقرية لا تختلفان كثيرا، ومع ذلك فمن الممكن التمييز بينهما. الشخصيات العبقرية تمتلك كلا النوعين من التفكير، التفكير الطبيعي وكذلك الفصامي، ويمكنهم التنقل بين كلا النوعين من التفكير. وهم يرون الخداع كما يراه الشخص العادي بالضبط، ولكنهم يدركون الحيلة أيضاً على الفور، وقد يتوقف دماغهم عن إدراك الخداع إن أرادوا ذلك. لقد قمنا أيضاً بإعداد مكافأة صغيرة من أجلك، اختبار ذكاء سريع يمكنه تحديد درجة ذكائك. في عام 2016 أظهر بحث أجراه علماء علم النفس التطوري كيف تؤثر الكثافة السكانية على الفرد، وقد تبين أن الأشخاص الذين لديهم معدلات ذكاء عالية يظهرون خصائص متماثلة بصورة مدهشة. وهنا سؤالان لمساعدتك على معرفة ما إذا كنت واحدا منهم. ومع ذلك ضع في اعتبارك أن الاختبار شخصي وغير موضوعي تماما. إليك السؤال الأول، هل يمكنك الإقامة في منطقة مزدحمة بسكان داخل مدينة كبرى؟ هناك خياران: 1. لا، كثرة الأشخاص تصيبني بالتوتر. 2. لم أكن لأرفض ذلك، كنت سأشعر بالراحة. فكر لبضع ثوان واختر إجابتك واكتبها أو احفظها. والآن السؤال الثاني، هل تشعر بالحزن أو الوحدة وتعاني من أعراض الانسحاب إذا لم تكن على اتصال مستمر مع أصدقائك؟ يجب أن تختار إجابة واحدة: 1. إلى حد ما. 2. ليس تماما. إذن إذا اخترت الخيار الأول في كلتا الحالتين فأنت على الأرجح في مركز متقدم على مؤشر السعادة. إذا اخترت الخيار الثاني في كلتا الحالتين
فأنت تمتلك صفات نموذجية لشخص لديه معدل ذكاء مرتفع. وكما أظهر البحث، فإن أولئك الذين يتمتعون بقدرات ذهنية كبيرة هم الأكثر قدرة على حل المهام التطورية، ويتكيفون بسرعة أكبر مع البيئات الجديدة. في هذه الحالة، المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدن الكبرى، هؤلاء الناس أقدر على التعامل مع توتر المدينة، وهم لا يحتاجون إلى دعم من أصدقائهم، ولذلك يمكنهم البقاء والعيش اعتماداً على أنفسهم. إذا اخترت إجابات مختلفة، فمن المحتمل أنك وجدت الحل الوسط بين السعادة والذكاء. هل جربت هذه الاختبارات البسيطة؟ هل توافق على النتائج؟ شاركنا أفكارك في التعليقات. لا تنسى الضغط على زر أعجبني أسفل الفيديو، وانقر فوق اشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.